طريقتين، يا اما هعملها على الكمبيوتر وهو بيبقى لسه شيت قبل ما يتبلس الطبق، بعمله حاجه اسمها قبل ما ايه، قبل ما يتبلس يعني يتبلس. بيتحط على المخلطه. بتعمل الحاجات دي ازاي يا ابني؟ ما انا طول عمري سامعك يعني ايه يتبلس. اه طبعا يعني ايه يتبلس. في مخرطه صب يعني. لا لا هو ده كله شيت، هو دي حته واحده، ده بقى بيعمل له بيتبلس زي قالب. قالب ايوه، والقالب ده وبعدين هو يشتغل عليه لغايه ما انا عايزاه الطبق بالطريقه دي مسطح شويه. او لو عايزه الكوره بتبقى نصين، يعمل لي نصين كوره ويتجمعهم ويتلحموا بالظبط، وبعدين يتجلخوا بالظبط. ايوه التجليخ بعد استنى ما بس خلينا في يتبلس يعني فهموني. والله ما بهزر يعني. بتاخد الشكل اللي انت عايزه ده اسمه يتبلس. بس لازم تبقى عندك الاستامبه اللي هتبلس عليه. تبلس علي. يعني انا لو عندي الدوران ده كده، ده بيبقى فيها ايه؟ ده كده اهو، وفي واحده زيها كده اهو. ايوه وتقوم مدخل الشيت ده عدل كده اللي هو الشيت اللي موجود ده، وايه اللي بيبلس؟ الاثنين دول. ايوه كده انا فهمت. كده انا فهمت. ودي عمليه البلص. دي عمليه البلص. بعد كده بناخدها اذا كانت كوره بيبقى بتيجي نصين بتتلحم وبعدين نبتدي ننقش عليها. اذا كان نقش عادي بتبتدي تنقش باللي هي الدقماء والشاكوش. وده عادي، ده ما فيهوش اي مشكله. الدقماء ده اللي هو زي لا الشاكوش. عارف الدقماء؟ لا لا طبعا معايا واحد والله. انت معاك عده هنا؟ انا معايا عشان يعني خليك تعمل. ممكن مش عايز تعمل بس حاجه تبقى مبلوصه جاهزه. مبلوصه مش لسه هنبلص ما عندناش احنا هنا استنباط. ده العده. اهي يا سلام. اوعى ده الدقماء صح؟ ده الشاكوش. ده شاكوش. امال ايه الدقماء؟ اهو ده الصغنن ده. بص هو الصناعيه ليها اسامي كتير قوي. انا مهما انا عايزك تبلصي لي حاجه ولا ما ينفعش؟ هي تبلص دي. هي مبلوصه جاهزه. انت هتجرب؟ والله ما بهرج انا بتكلم. والله كده مبلوسه. ما هي كده مبلوسه كده الدوران بتاعها. خلاص والبتاع دي مبلوسه؟ لا دي ما بتتبلص. مبلوس يعني اذا البلص اللي هو مبلوس على مبلوس مبلوس. ان هي بتاخد الشكل النهائي بالظبط. دي دي خلاص اتعملت على المخرطه كويس. بتتملي زي شمع وحاجات كده خاصه بالشغل، عشان دي لو اتقطعت بالشاكوش كده بتتطبق. طبعا فلازم نخلي اللي جوه ده يثبت فيها جدا. بس تبتدي بقى مين عايز يعمل؟ اعمل انا الاول ولا انت الاول؟ ما لا انت الاول وريني حته. بص مثلا احنا المفروض بتتحط هنا على حاجه قريبه كده عشان تقدر تتحكم فيها وتميل. تمام. فاحنا هنا بس الظروف بنرسم الاول الرسم بتاعنا وبعدين نبتدي هنا مثلا قطر قوي. ده ما هواش ازميل بقى، ده اسمه ايه بقى؟ انهي ده دقماء. ده زي دقماء كده او لا؟ هو ده الدقماء يعني. الدقماء طبعا مش معدن لكن بيبقى خشب. اوكي هو ده قريب من الازميل، وده بيتسن طبعا كل شويه. ده بيتسن على طول. وده مسنون اهو 100 100 بالظبط. ماشي جرب. حلو. هنعمل حته كده، هنعمل المثلث ده نقطعه كله كده. اوكي المثلث ده. طيب انا لو هنيدي إيه انا خليك تجرب ما تقلقش. ما انا معايا. خلصنا. استنى ثبت. ايوه لا خبطه جامده مره واحده تيجي مره واحده. اهي جابت. تمام. هنيدي يلا يا هنيدي هكمل انت المثلث ده. يلا هات. يلا خد. ايه ده احنا عايزين نخلصها. ما هو لا ما انا واشرف هنخلصها ان شاء الله. انا وهنيدي واحد. عايز ايه يا فندم؟ المثلث اللي انا بداته فيه ناحيته، انا لفيته ناحيته ده. اهو هو ده. فين؟ يلا كمله بقى يا هنيدي. ايوه كمله. اعمل ايه؟ اهم كده يعني بتعمل كده. اهم حاجه الصوت. سيبك من ان انت بتعمل ايه. يتقطع حضرتك معلمه العلامه. انا شقها كده. هتشقطعها يطلع المثلث اصلا. والله ادي ابلصها دي. ما هي متبلصه جاهزه. هي مبلوصه جاهزه. طب امسك الشاي عشان ما تزنوطش الدنيا. اعمل الطرف الثاني اللي عملته. ايوه اعمل الطرف الثاني اللي انا عملته. بسم الله. وبعدين نشوف حد بقى يعمل الطرف اللي فوق ده ونشيله. صلاة النبي. اللهم صل. سقف الاستاذ هنيدي لو سمحت. لا هي خبطة مرة واحدة. تقطع على طول. هو ده. الله الله. برافو يا هنيدي والله. هنيدي انت اشول؟ ايه ليه؟ ما انا ماسك الدقماء. ايوه صح صح. لا لا. ايه رأيك؟ بجد والله. حلو جميل. بس ما شاء الله بتدق مسمار. ابلص بقى الحتة دي. متبلص. انا دخلت في واحد تاني. كمان انا حبيت خلصت الاولاني. حبيت الموضوع. الاولاني يبقى انا احسب لك يوم ونص. نظر.